أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من مستقبل الطاقة. هذه ملفاتنا: لغز البلاستيك، استخدامات متزايدة في الطاقات النظيفة، ومفاوضات دولية شاقة للحد من تلوثه. ثلث الغذاء الذي ينتجه العالم يذهب هدرا، فهل يمكن تحويل تلك النفايات إلى مصدر للطاقة؟ إذن مشاهدينا، البلاستيك سمعته البيئية ليست جيدة، لكن المفارقة أن استخداماته تتسع بشكل كبير عالميا. وأين؟ في مجالات كثيرة، ومنها الصناعات الصديقة للبيئة، من توربينات طاقة الرياح إلى الطاقة الشمسية وحتى السيارات الكهربائية. فقط لنأخذ فكرة كيف يتطور الاستهلاك في الدول الغنية: معدل الانبعاثات ومعدل استهلاك النفط الخام للشخص الواحد انخفضا بنسبة 15% منذ بداية الألفية، ولكن استخدام البوليمرات ارتفع خلال الفترة نفسها ب 29%. فمثلا السيارات الحديثة، سواء التقليدية أو الكهربائية، تحتوي مكونات بلاستيكية أكثر بكثير من العقود الماضية، بسبب الاتجاه إلى تخفيف وزن المركبات لرفع كفاءة استهلاك الطاقة وتخفيف استهلاك الوقود. مشكلة البلاستيك هي في الحقيقة مشكلتان، وهناك جدل عالمي حول أولويات التصدي لهما: النفايات والانبعاثات. هناك مفاوضات عالمية ترعاها الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاقية ملزمة لمواجهة تلوث البلاستيك، والمهلة المحددة لذلك هي نهاية العام الحالي. والتفاوض يجري أساساً بين مجموعتين من الدول، واحدة تصف نفسها بأنها عالية الطموح، وأخرى تريد اتفاقية واقعية تتعلق بمعالجة النفايات البلاستيكية تحديداً. المجموعة الأولى تضم دولاً مثل كندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي، وتسعى إلى اتفاقية تضع قيوداً على إنتاج البلاستيك عالمياً، بينما المجموعة الأخرى تضم الصين والسعودية ودولاً أخرى تركز على تتبع النفايات البلاستيكية ومعالجتها وإعادة تدويرها. في مايو الماضي جرت جولة المفاوضات الرابعة وقبل الأخيرة للجنة التفاوض الحكومية حول تلوث البلاستيك في العاصمة الكندية أوتوا، وحققت تقدماً محدوداً. الجولة الأخيرة ستتم في مدينة بوسان في كوريا الجنوبية في نوفمبر المقبل، لكن هناك تفاؤل محدود بإمكانية التوصل إلى اتفاق حول كل القضايا العالقة. أما الولايات المتحدة فلم تأخذ طرفاً، لكن من المرجح ألا تؤيد فرض أي قيود على إنتاج البلاستيك. الموقف الأمريكي ينادي بضرورة اتخاذ إجراءات للحد من استخدام البلاستيك الذي يستعمل لمرة واحدة، مثل أكياس البقالة وكذلك الكيماويات المضرة بالصحة العامة. لكنه ينادي بأن تقوم الدول بإعداد خطط وطنية لتحقيق هذه الأهداف، بدلاً من وضع أهداف عالمية وفرضها على الدول من الخارج. مشكلة النفايات البلاستيكية هي الأكثر وضوحاً وأكثر إلحاحاً لربما، وهناك 8 دول فقط، 8، مسؤولة عن 63% من النفايات التي يتم رميها في المحيطات. كما أن 77% من النفايات البلاستيكية في الصين مثلاً يتم رميها أو وضعها في مطامر غير صحية، مقارنة ب 2% فقط في الولايات المتحدة. وبالتالي يمكن لإجراءات الجمع والفرز أن تخفف من مشكلة النفايات. أما مشكلة الانبعاثات فتبدو أصعب مبدئياً، لكن المفاجئ أنها ليست بالحجم الذي يتوقعه كثيرون. فالبلاستيك يتسبب فقط ب 1.8 مليار طن من انبعاثات الغازات الدفيئة، من أصل نحو 50 مليار طن هي مجمل الانبعاثات عالمياً، أي أن حصته لا تتجاوز 3.6% من الانبعاثات. إلا أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع بشكل كبير مع توسع استخدامات البلاستيك بدلاً من المعادن في الصناعات الثقيلة. فهل يتبلور الاتفاق العالمي على ترشيد استخدام البلاستيك وتخفيف الانبعاثات في عملية التصنيع،
أم تستمر الدعوات إلى تقييد الإنتاج؟ الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات جيبكا لديه مبادرات في مجال إعادة تدوير البلاستيك وإعادة خلق قيمة منها للحد من مشكلة النفايات البلاستيكية. الزميل يحيى الرفاعي قابل رئيس لجنة البلاستيك في جيبكا وهو أيضا الرئيس التنفيذي لمجموعة إيكويت ناصر الدوسري وتحدث إليه عن الحلول الممكنة لتحقيق الاستدامة في صناعة البلاستيك. صناعة البلاستيك هي موجودة منذ عقود، وللتحدث عن المادة كمادة كيميائية هي مادة مستصنعة استخدم فيها الغاز اللي كان في السابق طبعا يحرق، كان فليط، وتم استغلال هذه المادة والثروة صراحة الهيدروكربونية في إنتاج مواد تدخل في حلول كثيرة. فالمواد المستصنعة هذه من البلاستيك، هناك العديد من الأنواع من البلاستيك تدخل في صناعات كثيرة، منها صناعات خفيفة إلى صناعات ثقيلة، وكانت حل لمواد أكثر استدامة تستخدم في عدة أغراض وتطبيقات مختلفة، فنجدها في الاستهلاكيات البسيطة في سواء كانت الجمعيات أو السوبر ماركت إلى الصناعات الثقيلة. فكمادة طبعا لها خصائص يحتاجها كل حل من الحلول اللي تقدمها كمواد بلاستيكية، سواء كانت الاستدامة أو durability أو القدرة على أن يكون إعادة استخدامها أكثر من مرة. ومن هنا يدخل دور بعض هذه الخصائص فيما يتعلق في تأثيرها على البيئة إذا تم يعني تخلص منها بطريقة غير مناسبة. لما نتكلم على التحلل، تأخذ المواد هذه من سنوات، من 10-20 سنة إلى بعضها ممكن يحتاج إلى يعني سنوات أكثر، لكن الأصل فيها أن المسؤولية في التخلص من هذه المواد هي اللي راح تخلق صناعة أخرى لمعالجة هذه المخلفات في إعادة التدوير، وندخل في صناعة أخرى وممكن إمكانية إعادة استخدامها لمرات كثيرة. الاقتصاد الدائري كلمة جوهرية في العديد من القطاعات، فما الذي يعنيه لقطاع البتروكيماويات والمنتجات المتعلقة به مثل البلاستيك؟ حتى تدل أرقام جيبكا على أنه يمكن أن يحقق عوائد $400 مليار سنويا بحلول 2030 في هذه الصناعة. الاقتصاد الدائري طبعا هو في أساسه مهم جدا لأي صناعة، يعني لو بنخص بس صناعة البلاستيك نجد أن التدوير وإعادة الاستخدام في قلب هذا الاقتصاد الدائري. إعادة استخدام الموارد واستغلالها استغلال أمثل مسؤولية الجميع، فسواء كان مصنع أو كان مستهلك يجب أن ننظر لها إلى أن الاقتصاد الدائري يتطلب الكثير من الأمور. أولا أن تكون المواد بالإمكان إعادة تدويرها، وهذا مسؤولية أن تدخل من ضمنها أن المواد المستخدمة في الصناعة وفي الإنتاج. أيضا يجب أن يكون هناك وعي ودراية كافية في تذليل الصعوبات اللي ممكن تحقيقها في الاقتصاد الدائري. لو أخذنا مثلا إعادة التدوير، نجد أن أحد أكبر المعضلات اللي هي عبارة عن تجميع وsegregation أو فصل هذه المواد بطريقة تسمح بإعادة تدويرها بأقل تكلفة وبأكثر فاعلية، وهذه طبعا أحد يعني أصعب الأمور اللي تواجه إعادة التدوير أو الاقتصاد الدائري، أن إمكانية جمع وفصل هذه المواد يجعل منها اقتصاديا مجدية لأن تخلق أيضا بيئة عمل مختلفة، اقتصاد آخر خلينا نقول لدعم الصناعة ودعم الاستهلاك في المجتمع. فلو نجحنا في أن نقلل من التكلفة هذه بوعي زيادة في إعادة التدوير من ناحية الجمع، جمع المخلفات البلاستيكية وإعادة فرزها وفصلها، بحيث يكون من السهل لأي مبادر في مجتمعنا أنه ممكن يأخذها ويخلق منها مواد لقيمة لمصانع إعادة تدوير تدخل في الصناعات نفسها
أو صناعات مبتكرة لاحقة تكون من جزء من الإبداع والابتكار اللي يكون في من المبادرين في دول الخليج. هذه في المرحلة النهائية بعد إعادة التدوير. إذا ما تحدثنا على المراحل الأولى R&D البحث والتطوير في إيكويت مثلا، ماذا تفعلون لإنتاج اللقيم، المنتجات الأولية، البوليبروبيلين أو غيره من المواد الأولية تدخل في صناعة البلاستيك تكون أكثر صديقة للبيئة؟ طبعا في عملية التصميم، تصميم المنتجات، يدخل يعني نوعين مهمين من التفاصيل أو من الأخذ بالاعتبار. الأولى الاستخدام أو الحل المراد استخدام المادة فيه، متطلبات المادة هذه، هل هي فود جريد، هل هي تدخل في صناعة الأغذية، في سواء التغليف الآخر أو هل هي صناعية، وبالتالي تدخل في عملية تصميم المنتج. المنظور الآخر اللي هو إعادة استخدام هذه المنتجات، مثل ما ذكرت أنه أساس ما يدخل فيها أي مواد ممكن أن تعيق إعادة استخدامها وإعادة تدويرها، بحيث أن تكون الصناعة مستدامة وبالإمكان إعادة استخدامها وإعادة تدويرها لمرات عديدة. هناك نوعين من التوجه في إعادة التدوير. النوع الأول وهو الأكثر شيوعاً وأسهل اللي هو الميكانيكي، وهو عبارة عن أصلاً تجميع هذه المواد وإعادة استخدامها كما هي عن طريق تصنيعها ودخولها في منتجات معاد تدويرها. التكنولوجيا متوفرة، هناك محدودية في عملية جودة المواد هذه، واللي احنا ذكرنا عنها مسؤولية التخلص من هذه المواد، هل يتم فرزها من البداية بحيث أنها تكون أسهل في عملية جمعها وإعادة تدويرها. والميكانيكي شائع جدا، وهناك نوع أيضا مهم اللي هو الكيميكال ريسايكلينج أو التدوير الكيميائي، واللي يدخل إلى فصل المواد إلى طبيعتها الأولية وإعادة تصنيعها مع المنتجات الأخرى إلى بلاستيك مرة أخرى. وهذا يمكن يكون الحل الأكثر استدامة بعد عدة استخدامات من التدوير الميكانيكي. في إيكويت احنا عندنا أحد المنتجات اللي ننتجها اللي هو فيريدس 30، هو أحد المنتجات اللي يدخل فيه 30% من المنتج بعاد تدويره كيميائيا، وهذا كنوع من الالتزام في أهداف الاستدامة الخاصة فينا، وأيضاً بالالتزام بمتطلبات السوق الأوروبي اللي نعمل وننتج المادة هذه فيه. العالم ينتج نحو 430 مليون طن من المواد البلاستيكية سنوياً، وهو مؤشر على الحاجة الكبيرة كما ذكرنا لهذا المنتج. في المقابل تداعيات التلوث البلاستيكي كبيرة جداً، هل يمكننا حقاً التخلي عن البلاستيك في حياتنا اليومية؟ ما نقدر نتخلى عن البلاستيك في حياتنا اليومية، اللي مثل ما ذكرنا لوجود كثير من الحلول اللي ما لها أي بديل، ما فيه أي بديل لها كحل لاستخداماتنا اليومية. هناك بعض المحاولات، لكن لازلنا في طريق طويل يحتاج إلى استثمار الكثير من الجهود في عملية البحث والتطوير لوجود حلول أكثر استدامة وأكثر جدوى اقتصادية، بحيث يكون استخدام الاقتصاد الدائري هذا يكون فيه مستدام كبزنس موديل أو كنموذج اقتصادي مالي، بحيث حتى المبادرين اللي يعملون في من ضمن الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير تكون مشاريعهم ذات جدوى، وبإمكان استخدام هذه المواد أكثر من مرة. أيضاً من ناحية الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، هناك الكثير من المبادرات التي تقوم فيها مصنعين في دول الخليج، وبالذات تحت مظلة جبكة في لما نتكلم على الاتحاد الخليجي لمصنعين الكيماويات والبتروكيماوية. الاتحاد خلق كثير من المنتديات اللي يتم فيها مشاركة الاستفادة من مشاركة المعرفة، بالإضافة إلى المبادرات التي تساعد على تحسين الأداء البيئي. فأحدها الأوبريشن كلين سويب، أو أحد المبادرات اللي تتطلب أن الاهتمام في صناعة البلاستيك من بدايته إلى توصيله واستخدامه النهائي، بحيث أنه ما يكون فيه أي فاقد، ويكون فيه أيضا مسؤولية تجاه هذا المنتج والتعامل معه من التصنيع إلى تسليمه إلى المستهلك أو المصنع النهائي.
ايضا كان في تعاون في على مستوى دول الخليج مع مركز الاعتماد الخليجي، ومركز الاعتماد الخليجي بالتعاون معه يتم ايضا اعتماد مدى موافقه ومطابقه الشركات اللي احدها ايضا شركه ايكويت، هذه الشركات في الالتزام في اوبريشن كلين سويب اللي موجوده يعني عالميا. واحنا في دول الخليج يمكن بادرنا وكنا الاول من الحصول على اعتماد من مركز الاعتماد الخليجي في دعم وتاكيد التزام هذه الشركات في الاهتمام في المنتج من بدايه تصنيعه الى توصيله الى العميل النهائي. نتوقف الان مع فاصل قصير، نتابع بعده في مستقبل الطاقه. النفايات العضويه هل تتحول الى مصدر مجد للطاقه؟ أهلا بكم من جديد إلى مستقبل الطاقة. ثلث الأطعمة والأغذية التي يتم إنتاجها عالميا يتم رميها في النفايات بما يعادل 1,300,000,000 طن سنويا، لكن التخلص منها يوفر فرصة لإنتاج الطاقة عبر عملية الطحن واستخراج غاز الميثان، وهذا ما يوفر حلا مزدوجا لمشكلتي الانبعاثات وفقر الطاقة في الكثير من الدول. حول هذه الحلول تحدثنا إلى محمد كرم المدير العام الإقليمي في شركة إنسنكريتر التابعة لشركة ويرلبول، لنتابع هذه المقابلة التي أجراها أيضا الزميل يحيى الرفاعي. النفايات العضوية من اللي بنتكلم على نفايات الطعام أو الهدر الموجود في قطاع الأغذية، تقريباً ثلث الأطعمة المنتجة في العالم يتم إهدارها سنوياً، بنتكلم على 1.3 تريليون طن، وده حجم كبير ممكن يكفي القضاء على المجاعة في أفريقيا والدول النامية. مشكلة هذا الطعام إن هو مش بس في المنتج النهائي، يعني إحنا بنتكلم مثلا التفاحة بتاخد حوالي 70 لتر مية عشان تبقى تفاحة، فتخيل حضرتك لو تتخلص من تفاحة أو تهدر تفاحة ده هيكون فيها 70 لتر مية، والعالم في حاجة شديدة للمياه. قس على هذا كل منتجات الطعام، لأن الطعام بيخش في كذا مرحلة، بتكلم من الزراعة للنقل للتخزين، فكل دي مواد مهدرة يتم يعني بتكون أو بنهدرها أما بنحصل بنتخلص من الطعام. طبعا في حلول كتير ممكن نتكلم عنها في إعادة الاستفادة أو إعادة تدوير النفايات، يعني بنتكلم على المبادئ الأساسية اللي هو Reuse, Recycle. ذكرت ثلاث حلول، ما هي هذه الحلول؟ هو لو اتكلمنا على إعادة التحويل أو Recycle للفود، أول حاجة نقول Reduce اللي احنا نقلل الكميات المستهلكة أو نقلل الهدر من الكميات الطعام. Reuse اللي احنا بنستخدمها سواء طعام للعلف الحيواني أو ما شابه. Recycle هو Waste Energy أو تحويل النفايات للطاقة، لما عن طريق الانسونيشن الحرق، ان كل النفايات العضويه وغيرها يتم حرقها والطاقه المنتجه عنها يتم استخدامها لانتاج الكهرباء او ما شابه. الحاجه الثانيه بنتكلم على ديسبوزنج او اللي هو طحن النفايات وارسالها للشبكه العامه، وفي وجود شبكه الصرف الصحي، في وجود دايجستر اللي هو المفاعل الحراري، نقدر نحولها إلى غاز طبيعي
عن طريق تكثيف، لأن النفايات العضوية بينتج عنها غاز الميثين، وده أحد أسباب ارتفاع درجة حرارة الأرض اللي هو الجرين هاوس غاز. فعن طريق التكنولوجيا بنقدر نجمعه ونكثفه ونحوله لغاز طبيعي، هو مصدر طاقة ممكن ننتج منه كهرباء أو نستخدمه في كوقود للسيارات. إذن من بين هذه الطرق، هو هل الطحن هو أفضل حل لإنتاج الطاقة من النفايات؟ طبعا كل طريقة لها، خلينا نقول لها ميزاتها. لو احنا نتكلم مثلا عن الكومبوستنج اللي هو السماد، ودي أقدم واحدة، أجدادنا كلهم كانوا بيعملوها، انه يجمعوا كل نفايات الطعام ويتم بايلوت يعملوها في كومة ويرشوها لمدة عدة أسابيع فبتتحول لسماد عضوي. دي الطريقة دي تعتبر مثالية في المجتمع الزراعي، في وجود مطر أو كمية مياه متوفرة وفي وجود أرض ممكن نعمل ده. تاني حاجة الانسينريشن قلنا الحرق. طبعا معظم دول شمال أوروبا بتستخدم الحل ده، بتحرق كل النفايات. سنغافورة كمان مثال جيد على موضوع الانسينريشن. طبعا ده تكلفته أعلى ولازم يكون وانبعاثاته أكتر. الحرق طبعا يعني المساعدة مش هتبقى نفس الانبعاثات اللي بتطلع من اللاند فيلد اللي هو مدافن، بس في نفس الوقت اللي بيحتاج التكنولوجيا بتاعته مكلفة أكتر، ولازم يكون في كمية نفايات تقدر يكون لها عائد اقتصادي عند حرقها انها تطلع الطاقة. الديسبوزنج احنا بنعتبره أكثرهم، خلينا نقول عملية، لأن معظم النفايات احنا بنستخدم شبكة الصرف الصحي، فبنوفر النقل، بنوفر البصمة الكربونية عن طريق النقل. دي أول حاجة. تاني حاجة ما بنخزنش، لأن وانس النفايات استخدمت في المطبخ أو في المكان اللي فيه بتطحن في نفس المكان ويتم نقلها عن طريق شبكة الصرف الصحي. تخرج مع شبكة الصرف الصحي وثم النكست ستيب الخطوة شبكة الصرف الصحي. كل شبكات الصرف الصحي فيها 4-5 مراحل، اللي هو الأوريشن والستوريشن. احنا بنركب نعمل حاجة اسمه مفاعل حراري أو ديجستر، ده بيجي سواء مع هواء أو من غير هواء، اللي هو أروبيك أو أروبيك. المفاعل الحراري ده بيحصل فيه عملية ريفرمنتيشن، خلينا نقول اللي هو عبارة عن كونتينر كبير بتتحط فيه كل النفايات العضوية، بينتج منها غاز الميثين، فيتم تكثيفه وتحويله لغاز طبيعي يمكن إعادة استخدامه. طبعا هي أهم ميزاتها زي ما قلت إن هو ما بنحتاجش نقل، ما بتحتاجش تخزين، فده بيقلل البصمة الكربونية. تاني حاجة الإفشنسي، اللي أنت بتعامل النفايات في نفس المكان المنتج فيه، والتكنولوجيا بتاعته بقت سهلة ومتوفرة. يعني ممكن وما حجم طاقة الميثان اللي ممكن استخراجها من النفايات العضوية؟ يعني التقريب بتشير تقريبا كيلو واحد من النفايات العضوية ممكن يدي طاقة للمبة كهربية لمدة 17 ساعة. وكيف ينعكس ذلك على تخفيف البصمة الكربونية بشكل عام؟ ما حضرتك تخيل معي، احنا لو عندنا مثلا النفايات دي أول حاجة هتتنقل، فهنستطيع نستخدم وسائل النقل تدي غاز. تخزين، لو عملنا مثلا الفنادق أو المنشآت الصحية بتخزن النفايات بتاعتها في غرف تبريد، تستخدم كمان البصمة الكربونية بتاع التبريد وغيرها. تاني حاجة اللاندفيلد، لو احنا خدناها وحطيناها في المدافن، ده بينتج عنده كميات كبيرة من غاز الميثين. كل الكربون المنتج ده هيتم التخلص منه. وما مدى الوعي الذي لاحظتموه لدى الأفراد في موضوع تخفيض البصمة الكربونية والاستدامة؟ طبعا خلينا نقول احنا مؤخرا في آخر 10 سنين شفنا تحول كبير في السلوك، غير كافي ده حقيقي، بس الناس ابتدت توعى، لان ابتدت التغير المناخي ابتدى يمس حياتها اليوميه. زي ما قلت حضرتك في الاول، احنا لو اتكلمنا على الظاهر المناخيه وخان في دول الخليج وفي العالم كله ليها تاثيرات مدمره، وكلنا عانينا من المشكله ديت. فالوعي ابتدى يزيد، او مع وعي الحكومات او الحكومات ابتدت تاخد مسؤوليات اكبر، ابتدت تحط قوانين وستاندرد للتصدي لظواهر التغير المناخي. كمان الافراد وعيها ابتدى يزيد، ابتدت تبحث عن منتج ليه بصمه كربونيه معينه او يقدر يساعد على تخفيض البصمه الكربونيه ويقدر يكون ليه انعكاس طيب على البيئه. بهذا نصل لنهايه مستقبل الطاقه، شكرا لكرم المتابعه والى اللقاء.